بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله توكلنا عليك يا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وقفنا شي حاجة، عملنا شي تصويرة هنايا، ودابا شابرين طريق يعني واحد كيف كيفاش عندك يكون عيم هادوك المساقط اللي كيعطو لا تخال كيف تتش على ما ياكل هذاك صياد هاتك. نتحركو طلع نجمرو شي واحد كيبيع ليسانس تما، عمرو ليسانس ويكون خير ان شاء الله. هذه الكرابة صغيرة خطارة، على بعد 150 متر الاتجاه نحو اليمين. نحو اليمين طبعا هيدا جبل موسى قدامنا، هذا هو جبل موسى. طريق مكعرف بزاف، جبل موسى قدامنا، هذا هي الجامع. شي باسيو باقي فوقي ولا انا كيتحط طريق اخي، يمكن الطريق من فوقي. ديالو هنا كاين غير بيستان فوقي، السلام عليكم. كاين الطريق راهي هاديك، نكوز على هاديك التانية، حنايا نرجع نكوز من هاديك التانية. عندي داك الماليطة عندها واحد الودنينة مهرسة كتزعزع بزاف. البلاصة واعرة اخوتي، سكات كاينين غير الناس دات شي هما اللي كاينين هنايا اللي كيجيو هيدا فهمتي. الاتجاه نحو اليمين، الاتجاه نحو اليمين تندابا ولا اللي قبايلات قبايلات يقول سيدي اليمين ودابا اليمين اش عندك؟ كنهضر مع جي بي اس اخوتي. الله العظيم الضوابة وصلت لنا هنايا، واحد ديكور، واحد ديكور خلاب. سبحان الله العظيم وبحمده. لا إله إلا الله، لا يعني كدك الضبابة كيفاش هو هذا بشوية واحد ديكور حايل.
سبحان الله العظيم. هذا هو جبل موسى. بعيد على قصر صيد بشي ما واش 35، لا يمكن شي 16 كيلومتر هيداك. 16 ولا 35 ما بقيتش ثابت يوديا. بعد نشوفوها ماشي مشكلة. هيداك والسلام، اما 35 كيلومتر ولا ياخذ شنيك 16 كيلومتر هيداك. ولكن اخوتي شنو غنقول لكم، راه بارد بدا كيتحرك فهمت، علاش الضوافا عودات. سبحان الله العظيم، شحال ما شفت هاد الديكور هذا، هاد الضوافا فهمتي منزل على فريف ياه كاينه، ولكن هنايا السلام عليكم، الله يعاونك العمود معزي. الله كاينين الطيور هنايا ميسرين فهمتي، الطيور مزيونين وكدا فهمتي. تبارك الله على الريح. هاد الطريق زفتوها، هادي فيها الزفت، ولكن تقلعات. دابا كنشوفو حنا الجهة أخرى، جهة الطريق كاستياخو، يا هاديك راه هي الطريق كاستياخو اللي كتمشي هيدا. الحجرة ها يا دي، سبحان الله العظيم، ماشي كاملة حجرة، ديك الجبل كامل ماشي حجرة وحدة. عندنا في الريف داك واحد حجرة بحال هيدا، عاود جبل عاود كاملة حجرة وحدة، كيعيطوا له أزواق الشا، حجرة قرعة ولا هيداك بالعربية حجرة قرعة أزواق الشعر معروف. جاب بغرس أي جوار ملي كيكونو ماشيين جهة ماضور طريق قديمة فهمتي، واش كنخليو على يدنا اليمين، كنطلعو على تزارين أزواق الشعر كيبقى على اليمين، حجرة القرعة كيعيطولي كيبقى عليها الثلج الصيفية، شحال من الصيفية كنكونو كندرسو كيكون باقي فوق منا الثلج فهمت. السلام عليكم. بعد 300 متر الاتجاه نحو اليسار. قال لك 300 متر اقلب من الشمال، عندو الحق، هنايا الدخلة ضد الدار هادي. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. الحجرة اخوتي راه هي فينا هي. السلام عليكم. الاتجاه نحو اليسار ثم دوران للخلف. علاش دوران للخلف؟ شنو غنعملو حنايا للخلف؟ السلام عليكم. سبحان الله العظيم، الناس بنوم على الحجر الهدية. بلاصة واعرة اخوتي،
ما تخيلوش كيفاش واعرة وسكات. واحد سكات على بعد 100 متر الاتجاه نحو اليمين. قلبك 100 متر قلب على الجهة اليمين. علاش نقلبوا على اليمين حنا؟ الاتجاه نحو اليمين ثم دوران للخلف. مالك هنا هنا مدرسة، عند المدرسة هنا يا المدرسة هادي فهمتي اش إلا ما كانش ينزل هاديك اللي هو قاولي ما كانش غينزل شي واحد. مالك علاش اخاي ديالي ما تصورش نادم ويعمل فيها اخر وعمل في جي بي اس؟ دوران للخلف ثم الاتجاه نحو اليسار. احنا يا واد جاد بحار الخاف علاش ولكن ليسانس كنشوف فيها انا بدا كيتسال. الطريق هادي على بعد 500 متر الاتجاه نحو اليمين. السلام عليكم. كاس خرج يمكن تن مارسا ولا شنو هادشي؟ شوفي انا واحد الطريق راه هي فين مش شجاد الدلم ما بلا كاينه الطريق اخاي. تكمل الطريق. السلام عليكم. انا نشوف هنا هو يمكن تنمر سعيد كاين هنايا اوتيل يمكن اوتيل هذا انا ما اظن. علاش صاحبي سبحان الله هذا دابا هاد البلاصه هادي شحال من واحد سنين هو طنجة ولا في اخر شنو كاع في الشمال وما عارفش هاد البلايص بحال هادو فهمت. الجوامع تبارك الله كاينين الجوامع هنايا واعرين جدادين وكذا. واحدة بغات نعاود الاتجاه نحو اليمين ثم دوران للخلف. كاين الطريق هذيك الطريق كتدي تاني اخر. سبحان الله عندهم الطاكسي هنا يا كنشوف هي انا الطاكسي تصرصر. السلام عليكم. خصني نوقف شي بلاصه ضروري. ملي تكتزعزع بزاف ما لا مرحبا ليلو مزال. بلاصة واعره ما عرفتش حتى السمية ديالها شنو نسمي. مالك عمو مزيان دروس واحد المسافة بطريقة خلاني زي شي واحد يحفر شي حاجة شي بير ولا ما نعرف. سبحان الله العظيم
واحنا وصلنا نتشال يا خوتي ها البلاصه دابا نشوفو نسقسيو شي واحد شني اسم هاد البلاصه بالضبط. تبارك الله فهمتي واش هي فيلا جناعي على الخوف واحد السيد فينا هو نسقسيوه الله لا السلام عليكم نعم الله عاونك شتي كيعيطوا لهاد البلاصه بالضبط الخو هاد الجهه هاد الجهه شنو كيعيطوا لها بالضبط هاد الجهه هاد الحومه هاد انا بيدي بحالي بحالي ما ماشي من هنا هي هايد الله يرحم والديك على زيزان الله عاونك وراني حتى هو ما عرفش منين ما عرفش شنو هاد البلاصه نسقسيو الدراري هما الدراري ولاد الوقت ولاد الحومه يمكن السلام عليكم الله يعاونكم الحبيب اجي هاد الجهه هادي شنو كيعيطوا لها خا هادي واد مرسى كامله الله يرحم والدي انا من طنجه على زيدين انا من طنجه مرحبا هو خاص بان فيديو ولا غنمسحها ماشي مشكل الله يعزيك اخو خصني نقولها لك ضروري فهمت الله يعزيك اخو دي انا عندي واحد القناه فهمتي لا بغيتي ديك الساعه تشوف فهمت الله يرحم والديك لا عبد الرحيم المساوي بلا فرونس كتبها كتبها طلعي فهمتي اش تما في طنجه هنايا الله يرحم والديك الله يعاونكم اخو ود مرسى السلام عليكم هادي واد المرسى هاد البلاصة هادي كتسمى واد المرسى ولكن عرفتي منين جيزلة جيزلة جهة ياخرة فهمت جينا لا جهة ياخرة ماشي جينا لا من هنايا ما دابا حنايا إلا مشينا مع الطريق هادي يمكن غنخرجو المرسى الاتجاه نحو اليسار 100% نخرجو المرسى دكتار صغير السلام عليكم اخويا الى تبعت هاد الطريق نخرج من مرسى الله يرحم والدي الله يعزك العز قال لك تخرج ولكن خصني نوقف شي بلاصه نشوفها مواطيه وكذا نوقف نعوض ديك الماليطه ان شاء الله الكوربات كوربات والعقبة واقفة كتعرف طريق واعرة متصوروش كيفاش واعرة هادجي عجبتني بمعنى الكلمة القهوة ديالي والنهار هادجي ها عجبتني هادي 100% مقبرة السلام عليكم يا أهل الديار أنتم مستمعون سابقون ونحن بكم لاحقون إن شاء الله تعالى كيردوا بالدرع واقفة الخا ليسانس هو المقع واقفة
السلام عليكم. السلام عليكم. ديش تاكس عارف تبارك الله واحد ديكور خلاب اخوت اقسم يا اخي كاميرا يا الله كاميرا ضاين كيتسالى لا صارجو صور ديال علاقة دوفنت صيت الدرارين على برا ان شاء الله اذا تبغوا شي حاجة عيدة شي ثمن مناسب يجيبوا لي شي وحدة ان شاء الله واحد ديكور نشوف شي بلاصه نوقف فيها شي بلاصه فيها ليش الطريق هادي طريق خطير هادي فهمتي فيها كورنيت نشوف شي بلاصه باقي ما سنوقف ضروري هناي منظر خلاب بمعنى الكلمة الله أكبر الحمد لله ربي منظر أخوتي شرقي بزاف واحد ديكور فهمت ايش شرقي ماشي عادي هذيك جبل كامل هذاك تسمى جبل موسى وانا جيت من الجهة الفوقانية ودابا خرجت من الجهة التحت هذا كامل كيتسمى جبل موسى كاين تشالي تما راه هو التحت كاين البحر وهادو كاين اوطيلة تما كاين فهمتي السكان بلاصة واعرة دابا غنريح شي حاجة ونتحرك في حالي الى بقينا بالروح السلام عليكم.